بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتور سلسبيل أمين ياسين الرجيلي، مدرس بقسم العلوم الأساسية بكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس. حصلت على جائزة عين شمس التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية لعام 2022، كما حصلت على جائزة تاني أفضل أطروحة الدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي، كانت مقدمة من اتحاد الجامعات العربية لعام 2020. ده كان ناتج عن رحلة علمية بدأت بأبحاث الماجستير والدكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي بصفة عامة ومجال تحليل الصور الطبية بصفة خاصة. نتج عنها نشر العديد من الأبحاث في المؤتمرات والمجلات العالمية، حوالي 7 أبحاث حتى الآن، كان ليها دور كبير في الحصول على الجوائز المقدمة. كنت حريصة على حضور المؤتمرات المحلية والدولية، حوالي 7 مؤتمرات حتى الآن، وبرضو كنت حريصة على الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، حتى الآن 5 رسائل، وإن شاء الله دايماً أنا حريصة على أن أحضر المزيد من المؤتمرات وأحاول أزود ريت أو معدل النشر الدولي في مؤتمرات عالمية لزيادة الإفادة. أحب أقدم رسالة لكل زملائي من الباحثين. أنا عارفة إن كل باحث بيجيله فترة في حياته ممكن ينضب الإلهام أو يتوقف الحماس، أقول لهم لا ما توقفوش، ما تضيعوش مجهودكم اللي فات، وخلي عينكم دايما على الهدف، دوروا دايما، اعملوا دايما ريسيرش على كل ما هو جديد. أكيد النقطة البحثية اللي بتدوروا فيها عشرات الأبحاث الجديدة يوميا، فتعاونوا مع زملائكم وابنوا على ما هو أوريدي اتعمل، وقدموا رسالة جميلة وفايدة ونفع للبشرية. أحب أقدم الشكر لإدارة الجامعة على دعمها للأبحاث ماديا ومعنويا، تقديم مكافأة النشر الدولي والدعم للمشاريع وجميع أساليب الدعم بصفة عامة والتيسيرات التكنولوجية المقدمة للباحثين. وبحب أقدم الشكر لأسرتي وزمايلي على دعمهم المستمر ليا، وبقدم الشكر لإدارة الكلية عندي على دعمهم المستمر وتشجيعهم لينا دايما على الترشح للجوائز وعلى نشر الأبحاث. وبحب أقدم الشكر خاص لمكتب الجوائز بالجامعة على تشجيعهم وعلى حضورهم معايا النهاردة. شكرا جزيلا.